السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في التمارين حول أعداد الكسرية. نبداو بالتمرين الأول. إذا التمرين كيقول ضع المكان الفارغ العدد المناسب. إذا ناخذ المثال الأول، ناخذ 7.165 قسمة 12.7 تساوي عندنا نقاط على 270 على 1270. شنو كنلاحظو؟ بغينا نعرفو. هنا كان عندنا العدد، اول حاجه كنشوفو التغيير اللي وقع. هنا كان عندنا عدد بفاصله، هنا ولا بلا فاصله. كانت عندنا الفاصله هنايا، دونك شحال الاعداد اللي ولا بفاصله؟ جوج اعداد. اذا هذا العدد شنو كنستنتجو؟ ان هذا العدد 12.7 باش حصلنا على 1270، اننا من هنا لهنا شنو درنا؟ ضربنا في 100. اذا حتى العدد الفوقاني غنضربوه في 100. إذن 7016 تساوي 7.6.5. هذا بالمثال الأول. ناخذ المثال الثاني، 11241. ناخذ المثال الثاني، 11241 قسمة 3.12 تساوي 312. شنو كنلاحظو هنايا؟ في كاين تغيير من هذا العدد لهذا العدد. شنو هو التغيير اللي كاين؟ هنا عندنا كالرقم، كاين جوج ارقام بعد الفاصله، هنا ما عندنا حتى رقم بعد الفاصله. باش 3.12 تولي 312، اذا ضربنا بحال شكل المثال الاول، ضربنا في 100. اذا العدد الفوقاني حتى هو نضربو في 100، يعني كنكحزو بالفاصله بجوج ارقام. اذا غيتكتب على شكل الف جوج واحد، وكنكحزو بالفاصله كانت عندنا جوج ارقام. اذا هو 1124.1. هذا خاص بالمثال الثاني. ناخذ المثال الثالث، عندنا 5.5 على 3.5 تساوي هنا عندنا 35. اذا بنفس الطريقه كنشوفوا التغيير فين كاين. اذا هنا 3.5 تحولت ل 35 باش حصلنا 3.5 35، اذا ضربنا في 10. اذا حتى العدد الفوقاني غنضربوه في 10، 5 في 10 هي 50. مثال اخر بالنسبه للتمرين، 4.25 قسمة 8.21، هنا عندنا 425. في الطريقة اش كنلاحظو التغيير عندنا من هاد العدد لهاد العدد؟ شنو تبدل؟ عندنا هنا 4.25 وهنا حصلنا على 425، يعني تحيدت الفاصلة. هنا عندنا جوج أرقام، إذا العدد ضربناه باش حصلنا على هذا، ضربناه في 100. إذا كنديرو نفس العملية هنايا، كنضربو هنا في 100، لأن هادي في 100 نكتبو الأرقام، كنكحزو فاصلة بجوج أرقام، يعني هي 821. تمرين جوج كيقولك أسيدي قارن أتمم باستعمال أكبر أصغر أو تساوي. نبداو الحالات من اللي من اليسر لليمين. إذا 7 على 7 مقارنة بالعدد واحد، كنا شفنا اللي كانوا عدد عدد نفس العدد على نفس العدد فهو يساوي واحد. إذا هنا عندنا تساوي التساوي. 6 على 11 6 على 5. شنو في القاعدة؟ أن إذا كان عددين كسريين لهما نفس البسط، فاللي عنده مقام صغير هو اللي كبير. إذا 6 على 11، إذا هنا 5 صغر من 11، إذا هذا العدد أكبر من 6 على 11. هاد الحالة نخليوها من بعد. كذلك هاد الحالة، هنا عندنا عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا اللي عنده البسط كبير هو اللي كبير. إذا 12 أكبر من 1، إذا هذا 12 على 3 أكبر من 1 على 3. هادين لهما نفس البسط بحال هاد الحالة، دونك العدد الكبير هو اللي عنده المقام صغير. إذا 7 5 على 7 صغر من 9، 1 على 2 5 على 2 عندهم نفس المقام، وخمسة أكبر من 1، إذن 1 على 2 أصغر من هاد الحالة. نخليوها كذلك. هاد الحالات هنا 1 5 على 8، كنا شفنا إذا كان عاد البسط صغر من المقام فإن 1 أكبر من هذا العدد. إذن 1 أكبر بما أن البسط أكبر من المقام. لكن البسط أصغر من المقام، بغيت نقول لكن البسط أصغر من المقام فإن هذا العدد صغر من 1، نكتبو 1 كبر من 5 على 8. لكن البسط كبر من المقام فإنه أكبر من 1. هنا 6 على 3 فاصلة، نكتبوها 6 على 3 1.3 مقارنة مع 1. أول حاجة كنبسطو هاد الكتابة، عندنا هنا 1.3 فاصلة باش نكتبوها على شكل
بدون فصيلة. باش نحيدو الفصيلة عندنا رقم فصيلة، إذا كنضربو في 10 وهنا كنضربو في 10، درينا تكون عندنا 6 في 10، هنا 1.3 في 10 إذا تساوي هنا 60 لا 13. إذا 60 على 13 مقارنة بواحد، عندنا البسط كبر من المقام، إذا هذا العدد كبر من هذا العدد، كنكتبو العدد كبر من هذا العدد، هنا 5 على 7، البسط صغر من المقام، إذا هذا العدد صغر من 1، 11 على 3 المقام البسط كبر من المقام، العدد أكبر من 1. دابا نشوفو الحالات لما شفناهمش، 4 5 على 12 يمكن لنا نقارن بيناتهم بلا ما نوحد المقامات. طريقة بسيطة، شكون لاحظ إلا خديت 6 على 4، 6 على 4، 6 على 4 البسط كبر من المقام، إذا هاد العدد كبر من 1، إذا 6 على 4 كبر من 1. شكون لاحظ إن 5 على 12، إذا 5 من هنا المقام، مقام كبر من البسط، إذا هذا صغر من 1. يعني إلا جمعت هاد الكتابات إلا كتبت هنا 1، إذا 1، إذا 1 أكبر من 5 على 12، 1 أصغر من 6 على 4. إذا من هنا، إذا 6 على 4 كلي نقول هي أكبر من 5 على 12. هذه بلا ما ندوز الحساب 2 مقارنة مع 5 على 9. إذا عندنا لدينا 2 أكبر من 1 و 5 على 9، 5 على 9 عندنا بسط صغر من المقام، إذا 5 على 9 أصغر من 1. إذا نجي نكتب 1 هنا، هنا أكبر، هنا أكبر أو أصغر أصغر. إذا 1 أكبر من 5 على 2 على 9، 1 أصغر من 2. إذا 2 أكبر من 5 على 9، 2 كبر، إذا كان 2 كبر من 1 و 1 كبر من 5 على 9، إذا 2 أكبر من 5 على 9. تزود تمرين 3، تمرين 3 نشوف فيه كيفية توحيد المقامات. نبدأ بالمثال الأول، عندنا 1 على 35، عندنا 1 على 10، وعندنا 1 على 7. كنا شفنا في الدرس لتوحيد المقام أول حاجة نحسب مضاعفات لكل مقام، إذن مضاعفات للمقام 35 هي 35 في 1 هي 35، 35 في 2 هي 70، ونتوقف حيت هذا عندي هو أكبر مقام. كنحسب مضاعفات 10 المقام الثاني، إذن 10 في 1 في 2 20 في 3 30 40 50 60 70. ندير مضاعفات 7 14 21 28 47 47 46 47 65 67 73 76 73 والسبعة 66 والسبعة 61 73 والسبعة التالية هي 70. الخصائص من بعد ما حسبناهم كنشوفو شنو هو الرقم المشترك بيناتهم، نحطو هنايا عندنا 70 73 70، عندنا 35 70، عندنا 70، إذا الرقم المشترك هو 70. إذا المقام المشترك هو 70، 70 هو المقام المشترك. إذا 1 على 35 باش نحصلو على 70 غنضربو 35 فاش في 2، إذا 1 كذلك في 2، إذا هي 2 على 70. إذا 1 على 7، إذا 1 على 7، 7 فاش نضربو باش نحصلو على 70، 4 في 10، إذا هنا في 10، يعني 10 على 70. و 1 على 10، 1 على 10 باش نحصلو على 70 نضربها في 7، كذلك أنا كنضربها في 7، إذا هي 7 على 70. وبهذا كنكونو كتبنا الأعداد بمقامات موحدة. هذا المثال الأول، ندوزو المثال التاني. ناخدو مثال
تاني، إذن 1 على 18، 7 على 9، 5 على 3. إذن أول حاجة كنحسبوا المضاعفات ديال كل ديال المقامات، 3. إذن 3 هي 3، 6 9، 12، 15، 18، 9 هي 9، 18، 27، 18 هي 18، زائد 18 36، 18 36. إذن هنا كنلاحظوا أن كان مضاعف مشترك بيناتهم اللي هو 18. إذن 18، إذن 18 هو القاسم المشترك. إذن 18 هو المقام، أتدير مقام مشترك. إذن مقام مشترك هو 18. دونك 7 على 9 باش نحصلو هنا 18، كنضربه في جوج، دونك كنضربه في جوج تحت و الفوق. كذلك 5 على 3 باش نحصلو 3، باش نضربو في 3 على 18 هي 6، 3 على 18. وبهذا كنكونو وحدنا المقام. هادو بالنسبة للمثالين، وكنخلي لكم نتوما باش تحسبوا هاد المثالين اللي بقاو كنقطة مساعدة. فهنا المقام المشترك هو 70، وهنا هو 33 المقام المشترك. إذا ندوزو للتمرين من الأكبر إلى الأصغر. إذا كنكتبو أعداد جوج، 1.1 على 24، 13 على 2، 7 على 12، 5 على 3، 11 على 6. إذن الطريقة السهلة واللي ما كتدخلناش في المتاهات باش يمكننا نقارنهم بيناتهم هو توحيد المقامات اللي شفنا في التمرين اللي قبل. إذن عندنا مقامات، عندنا 6 3 2، إذا كنحسبو مضاعفات، مضاعفات بالنسبة للعدد 2، بالنسبة لاثنان عندنا 2 4، 6، كنزيدو بجوج، 8 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24. حتى كنوصل لأكبر مقام أو كنتعداه حتى كنوصل. بالنسبة للرقم 3، ونمشي بالترتيب. إذن 3 6 9 12، اثناش زائد 3 15، 18 تمنتاش، بعد 18 كاين 21، كاين 24. تكنوصل الأكبر. هنا كاين مشكل ديال الاسباس. عندنا هنا بعد ما شفنا المضاعفات ديال الاعداد بالنسبة لجوج، هي 2 4 6، كنزيدو بجوج وصلو 24 العدد الاكبر. هنا نفس الطريقة، هنايا 3 6 6 12. كنلاحظو ان 24 هو المضاعف المشترك بيناتهم. اذا 24 نكتبو ان 24 هو المقام المشترك بين هاد دن 13 في 12 هي 156. 1 على 24 من نفس عندنا مقام موحد. العدد جوج، بقينا عدد جوج، العدد جوج هو 2 على 1، كنا نكتبو 2 على 1. إذن باش نحصل هنا على 24، 1 نضربها في 24. إذن تا هنا غنضرب في 24، 2 في 24 هي 48.
هي 48، وبهذا كتصبح. إذا يمكن نكتب بهذا الشكل، هاد الجوج، واحد على 24، واحد على 24، 3 على 2، 7 على 12، 5 على 3، 11 على 6. يمكن نكتب على شكل هاد الشكل هذا بعد ما وحدت المقامات. عندنا 40. إذا السؤال كيقول لك رتب الأعداد الكسرية الآتية ترتيبا تناقصيا. إذا ترتيب تناقصي يعني من الأصغر، ترتيب تناقصي يعني من الأكبر للأصغر. إذا كنكتب العدد الكبير، إذا هذا عنده نفس المقام، إذا اللي عنده أكبر بسط هو العدد الكبير. إذا 156، 156 على 24 هو العدد الكبير، 156 كتساوي 7 على 12، 156 كتساوي 13، أندر هي 13 على 2. إذا 13 على 2 هو الأكبر، هذا هو أكبر عدد. تابعو 48 هي 2، 48 على 2. تابعو 48، إذا 40 هي 5 على 3، 5 على 3 يعني 2، هنا 13 على 2. إذا هذا كتبتو، كتبتو. إذا اللي تابعو 33 على 24 اللي هي 11 على 6، كتبتو. 14 على 24، هنا عندي 1، إذا 14 كبر من 1، هي 5، 14 هي 7 على 12 و1 على 24. إذا ترتيب تناقصي من الأكبر، إذا هذا هو أكبرهم. يمكن لي نكتبها على الشكل، نكتبها على الشكل أكبر 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 أكبر، وبهذا كنكون جاوبت على السؤال. إذا هنا كنستعملو توحيد المقامات باش كتسهل علينا المقارنة بين الأعداد. يمكن لكم تستعملوا نفس الطريقة بالنسبة للسؤال الثاني للإشارة، فإن المقام الموحد هو 15. إذن بينوا لي على حن تيديكم. يلا تهلاو فراسكم، على بخوشين، السلام عليكم.